نجح مشاوس في إقناع أكثر من 900 سيدة أن ممارسة الجنس معه للحصول على منيه الطاهر هو الحل الوحيد لعلاج تأخر الإنجاب والعديد من الأمراض الأخرى، وهي القضية التي هزت الشارع التونسي بعد أن كشف عنها أحد البرامج التلفزيونية في تونس. وبحسب قناة نسمة التونسية، إن المشاوز يدعى بالقاسم وكان يدعي أنه وسيط روحي وأنه بإمكانه العلاج من الأمراض والتلبس بالجن وتأخر الإنجاب من خلال ممارسة الجنس بذريعة الشفاء من المرض. دي حاجة كبيرة برشا. ولا الحق أيه خيتي، ما نحبش نمشي على الناس أنا، ما في حالتك أيه. وباهي الـ14 حصة كيفاش باش يكونوا يا أخي؟ توفر دار قريبة ليا نزورك فيها ويتموا فيها حصص المعاشرة. يعنتها أنا اللي نوفر الدار وأنت تجيبش نعمل حصص المعالجة. بالضبط. يعني باهي. بالنسبة لفلوسي أنا لحظة. هذا 210 أختي. كما تلاحظون، يستطيع المشاوز التحايل على الضحايا من النساء وأقنعهن بأن ممارسة الجنس معه بشكل رضائي هو شرط العلاج، لكنه خلال ذلك كان يقوم بتصويرهن ثم بالابتزاز لاحقا. ساهم التحقيق الذي أجرى برنامج الحقائق الأربعة التونسي على أن تقوم السيدات والفتيات بتقديم بلاغات للجهات الأمنية التونسية والقضاء التونسي على أن يتم حفظ هويتهن. الأمر تتكلم على فمي الجين ولا كيفاش باش تصير الحكايه؟ باش نسحيو نتكلم نحكي لوياه، تحب تحكي انت وياه ولا نحكي لوياه، تحب تشوفه ولا ما تشوفهاش، تسالوا اي سؤال نجاوبوا عليه. تصير عملية تكلف المرحله الرابعه تصير الليله؟ هذيك اللي لازم تصير الليله باش نشوف في البحث. معاك؟ اي مش تبدي معايا الدواء احتمال ما تدواش، تحب هيك تقول لي كتبدي معايا؟ اي الدواء اللي يصير الدواء 100% اي 1000% كل حبس وكل شيء من اول مره؟ اي نحب تشوف من اول مره باش ما عادش امور على الاخر انت باش ما نفسك بعد نبقى نرضى معاك برشا مرات ولا المره الاولى كاين؟ نعطيهم معاهم نعطيهم من بعد من الحوايج يجي 800 900. الرقم صادم، 900 سيدة تعرضت لهذا الاحتيال من قبل هذا الدجال، إذ وجدت الشرطة العدلية 20 هاتف محمول وعدة كاميرات احتوت على مقاطع جنسية له مع السيدات وأمرت النيابة بالتحفظ عليها. أكيد هذا شخص مريض دجال اعتمد على السوشيال ميديا لإشباع رغبته الجنسية عن طريق إيهام الناس بالمعالجة الروحية. هو ما ضرب حد على إيده، بس نحن غيبنا العقل. أصدقائي، رسالة: العقل أول.